هذا البرنامج من البرامج المهمة جدا في المجتمع لحتى يكونوا الشباب لهم أثر إيجابي في المجتمع ويكونوا فاعلين مجتمعيين حتى نقدر نصنع شباب قائد مستقبلي قادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. تم اختيار مجموعة من الشباب من أصل المتقدمين 34 ألف شاب، استمرينا خلصنا المرحلة الأولى اللي هي استمرت لمدة تقريبا 3 أشهر. هذه المرحلة تم تقديم من خلالها 34 ألف شاب على هذه الاستمارة من خلال استمارة إلكترونية أطلقت. تم إجراء المقابلات في هذه المرحلة واختارينا الأنسب من هؤلاء الشباب حتى يمثلون بقية الشباب في المحافظات. يهدف هذا البرنامج أن يكون الشباب قائد حقيقي في المجتمع، يمثل الشباب ويكون حلقة وصل بين الشباب في منطقته في محافظته والمسؤولين الحكومي حتى يقدر يوصل هذه المشاكل ممكن تكون في المجتمع، الأفكار المقترحات من خلال منصتين إلكترونيتين راح تطلق الأيام القادمة، هي منصة عين الشباب التي تهدف إلى رصد الحالات السلبية في المجتمع، وكذلك منصة بنك أفكار الشباب التي تهدف إلى استقبال أفكار ومقترحات الشباب. الدعم للشباب أكيد اليوم الشاب يحتاج دعم حكومي على الأقل ممكن يكون معنوي. اليوم راح نوفر هؤلاء الشباب، راح يكون عندنا من ضمن هيكلية سفراء الشباب أنه راح يكون عندنا سفير الشباب في المحافظة، سفير المحافظة وكذلك سفير الدائرة عدة مناطق، راح نعمل على أن يكون حلقة وصل من خلال ارتباطهم بمجلس الأعلى للشباب. اليوم راح يكون تواصل مباشر بينهم وبين الحكومة. هذا المشروع يعني بتاريخ العراق لم يحدث سابقا، وخصوصا اليوم احنا يمكن تملأنا الغبطة في أنه يقام مؤتمر شبابي في نفس الوقت في نفس التاريخ في كل محافظات العراق، فأكيد احنا متوقعين أنه راح يكون إلى آثار إيجابية كبيرة باعتباره هو الأول في تاريخ العراق. للمنظمات المجتمع المدني يتم تخصيص من 5 إلى 50 مليون كمبلغ منحة من الدولة لهؤلاء الشباب بعد ما كانوا يعتمدون على المنظمات الدولية وغيرها. اليوم الحكومة تبنت هذا الموضوع. هذا البرنامج انطلق قبل 4 أشهر تقريبا، تم تقديم على الاستمارة الإلكترونية، تم تقديم على 34 ألف شاب على هذه الاستمارة، تم قبول 5000 على مستوى العراق. البصرة كانت حصة البصرة 500 شاب من هذه الاستمارة. البرنامج واحد لصناعة جين القائد. هذا البرنامج يطور مواهب الشباب وينميهم ويأهلهم لهذا المجتمع ليقوموا بدورهم بهذا المجتمع. اليوم موجود طبعا كل الفئات الموجودة مقبولة بهذا البرنامج، كل الأقضية، نواحي، مناطق، اختارينا على كل المناطق الموجودة بالبصرة حاليا، ماكو منطقة ما موجود بها أحد يمثلها من سفراء الشباب. نفس الوقت توصيل صوت الحكومة إن شاء الله بهذا البرنامج، كنا نعمل للعراق. موجودة نفس الوقت طاقات شبابية موجودة، أكو عندنا منظمات، عندنا موجود شهادات مختلفة من دكاترة مهندسين ماجستير نفس الوقت، وعندنا بدون شهادات أو بدون شيء لأنه هو يريد يطور من نفسه، فهذا أكيد ندعم طاقات هاي الشبابية. طبعا إحنا نشكر دولة رئيس الوزراء على هذا البرنامج، صراحة يعني برنامج جديد من نوعه ويكون يعني داعم للشباب، ونتمنى منهم أن يكون دعمهم مستمر لهكذا برامج وهكذا مشاريع، لأن هذه راح توفر فرص عمل أكثر للشباب، خصوصا أنه إحنا جاي نشوف ضعف بالقطاع الحكومي وأكثر الشباب تلجأ إلى القطاع الخاص، فهذا يكون شبوة داعم لهم، وكذلك يؤدي إلى تطوير أفكار الشباب النهوض بواقع المجتمع، لأن إحنا نلاحظ بالوقت الحالي الشباب له جدا تأثير قوي على المجتمع من خلال أفكاره، من خلال الجيل، من خلال التطور اللي جاي يصير بهذه الفترة، فإن شاء الله يكونون داعمين الحكومة لهكذا برامج، وإن شاء الله الشباب يكونون في تطور مستمر. طبعا هذا مشروع عظيم، نتمنى تكون نتائجه يعني عظيمة وإيجابية مثله. والله هذا المشروع يعني أعتبره فد إنجاز فريد من حكومة السيد السوداني، لأن المشروع هذا يهدف لطور شاب ويجعله قيادي بالمجتمع ويأهله من كل الجوانب، بالتالي تكون منفعة عظيمة للمجتمع العراقي وبناء الدولة إن شاء الله. ونطمح أنه هذه المبادرة تكون داعم قوي للشاب ليكون مستقبلا شاب يبني البلد ويكون خير ممثل للشباب ويتقدم إن شاء الله للعراق الأمام بإذن الله.